طيب اخونا من الجزائر زهير، تفضل حتى ما نؤخرك، تفضل يا اخي. جزاك الله خير. شيخنا السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ، هل يجوز للمراه ان تخفي زواجها حتى الزوج لا يحصل على حضانه الاطفال؟ يعني جواز السفر؟ لا، ليس زواج سفر، زواج اذا كنت أي. متزوجا بامراه، يعني قصدك انها طلقها؟ لا، لم يطلقها، هي خلعت بدون اذنه. ايوه، يعني خلاص انفصلت عنه. نعم. طيب، وهي تزوجت الان، فهل يجوز لها ان تخفي زواجها؟ يعني انا اسالهم، سالت ابوها وسالتها هي، هم يحلفون بالله ان المراه ليست متزوجه. طيب، لكن هي تزوجت وانا عندي شهود وناس قالوا لي. طيب، ولكن هي تخفي زواجها حتى لا تحصل على اولادي، عندي طيب. منها ولدان. واضح السؤال، الله يجزاه خير. جزاك الله خير وفقك الله يا شيخ. الله يكرمك يا اخي. ايضا ايها الاخوه والاخوات، من الخطا ما يفعل في بعض الاحيان من صلاه سريعه، يعني بعضهم بلغني انه يصلي 23 ركعه بسبح اسم ربك الاعلى، ورى الضالين امين سبح اسم ربك الاعلى الله اكبر، ورى الضالين امين الذي خلق فسوى الله اكبر، هذه ركعتين. طيب يا اخي، الان صلاه التراويح لكي تسمع الناس القران، يعني انت لا تطيل بهم اطاله ممله، لكن في ايضا لا تختصر اختصارا مخلا. يعني بعض الناس يقول يجب أن أسمعهم كل القرآن أختم ختمة كاملة، ما يجب، يعني إذا كانوا يملون ولا يطيقون ختمة كاملة ما هو ضروري. كذلك خلاص اختر مقاطع من اقرأ، أو اقرأ مثلا الآن نصف والسنة اللي بعدها نصف آخر، ما لا مانع. طيب، هل الآن بما أن صلاة التراويح مثنى، هل نقرأ دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين؟ الجواب نعم. طب واحد فات صلاة العشاء، ممكن يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ويكمل أربعا؟ الجواب نعم. الأفضل لمن صلى التراويح أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لكي تحسب له ثواب قيام ليلة كاملة، لحديث إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد وأبو داود، حديث صحيح. ومعنى ينصرف يعني يسلم الإمام، وفي المسجد الواحد يكون الأئمة المتعاونون كالإمام الواحد. يعني لو قال واحد مثلا في الحرم الآن يصلي إمامان، أي واحد إذا انصرف أنا أنصرف، نقول المسجد إذا تعاون فيه أكثر من إمام فيكون الأئمة المتعاونون كالإمام الواحد. طيب، الأخ عبد الغني تفضل من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال خاص بالعقيقة، يعني في رمضان. أيوه. هل يجوز ثمن أخرها بعد رمضان؟ طيب، وسؤال ثاني خاص بالزكاة. أيوة. إحنا نجيب بضاعة مصين. أيوة. لما نجي نقيم البضاعة، يعني ندفع زكاة سعر الشراء ولا سعر البيع؟ مع إنه الفارق يعني كبير، ممكن في الصين دينار يعني وفي الجزائر دينارين. طيب، ممكن يطلع مبلغ كبير في مجموع البضاعة. طيب، الزكاة نزكي بسعر البيع ولا بسعر الشراء؟ طيب، مع المصاريف التكاليف، يعني إذا كانت البضاعة توصل للجزائر يعني سعر غالي شوي. طيب، خير إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. حياك الله يا أخي. كنا نقول أيها الأخوة الأخوات في صلاة التراويح أن أيضا الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة قل هو الله أحد ونحو ذلك من السور جماعة بين ركعات التراويح تعتبر بدعة، فبعض الناس يعملوا صمديات بين ركعات التراويح، وبعضهم يعملوها بصوت جماعي أيضا، وهذه بدعة محدثة. ومن صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم أراد الاستزادة فلا مانع يصلي بعد ذلك ما شاء الله ركعتين ولا يعيد الوتر، لا وتران في ليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته بالثالثة. والقدوس ما معناه؟ الطاهر المنزه عن كل نقص وعيب. هل يجوز حمل المصحف في صلاة التراويح؟ الجواب نعم. لكن المأموم الذي لا حاجة له للحمل ليش يحمل المصحف ويفوت سنية وضع اليدين على الصدر، ويفوت سنة النظر إلى موضع السجود، ويكون في تقليب وكثرة حركة، يخرج المصحف ويفتحه ويقلبه ويغلقه ويدخله، هذه حركات كثيرة وإشغال، ولا داعي لهذا. وأيضا فإننا نتحرى بصلاتنا الخشوع وأن نكون مع الله في صلاتنا ونحن نقرأ ونسمع كلامه. الأخ عاصم تفضل.
الأخ عاصم. هلا والله، حياك الله يا أخي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ تفضل يا أخي. شيخ السؤال الأول، حكم متابعة السلف في نهار رمضان. ما حكم متابعة حكم إيش يا أخي؟ متابعة المسلسلات في نهار رمضان. متابعة المسلسلات طيب. والسؤال الثاني، بعد الإفطار في بعض الناس يعني مجرد بس ما يفطر مع أغاني ويشوف المسلسلات اللي بعد الإفطار وكذا، فهذه ما حكمها يا شيخ؟ ايوه طيب خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد بالامارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. اخي الكريم، صلاه قيام الليل. نعم. هلا قبل ما ننام الساعه 11 نحن نشتغل بالنهار، أيوه. ننام بكير. ايوه نوتر ان في احيانا بالليل نصلي قيام الليل. جميل. الرد نوتر ثاني مره، هذا السؤال الاول. ايوه. السؤال الثاني، نعم، بصلاة الصبح أو العشاء أو المغرب والعشاء، إذا أردت الفاتحة بأذن مع الإمام هو يقرأ. يا أخ محمد، أخي محمد. نعم. أنت الآن تقول نحن نعم. ننام مبكرين، يعني تنامون بعد صلاة التراويح مع الإمام يعني؟ لا، يعني حول الساعة 11. أيوة، يعني بعد ما تصلوا التراويح مع الإمام. نعم. طيب جميل. السؤال الثاني، إذا قرأنا الفاتحة مع الإمام بقلبنا هو بصلاة المغرب أو العشاء أو الصبح. أيوة. السؤال الثالث، إذا سمحت الله يخليك، هذا مهم جدا. تفضل. من 4 سنين بالرؤيا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام بالمنام مع أحد الصحابة. ممكن يا ممكن يا أخي تصف لنا من رأيته في المنام؟ الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة، يعني صورته التي رأيتها في المنام ما هي؟ إنسان. نعم. كيف رأيته في المنام؟ شو كيف رأيته؟ كان يعني واقف هو وثلاثة من الصحابة لا أعرفهم، هو يقول الصحابة يقولوا لي، يعني هل رأيت نعم. شكله وصورته في المنام؟ نعم 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 كامل. نعم. أيوة، كيف شكله الذي رأيته في المنام؟ ليس بالطويل ولا بالقصير. أيوة. ولا بالناطح ولا يعني وسط. أيوة. ووجهه مدور. أيوة. لكن السؤال انه هو يقول لي انا الرسول عليه الصلاه والسلام اريد اسلم عليه، فانا يعني مو منكر هالشيء، بس لاني اقول هل معقول من المعقول انه انا اشوف الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الصحابي يقول هذا الرسول سلم عليه وانا واقف وهو ثلاثه من الصحابه واقفين يميني. ايوه. ولم اسلم بعد ما فات، كانه اقول ليس هذا الرسول، بل الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحق رؤيته، لا يتمثل به الشيطان. طيب خير ان شاء الله. الله يحييك يا اخي. طيب، اجابات سريعه قبل نهايه البرنامج. كان السؤال عن انه هناك تفاوت احيانا في بعض الاشياء المعلقه في المساجد، يعني الساعه الالكترونيه وقضيه يعني وكذلك تقويم ام القرى، ساعه العصر، ساعه الفجر، بعض الأشياء الموجودة في تطبيقات الجوالات. طيب، الإنسان يتحرى. بالنسبة لنا مثلا هنا، تقويم أم القرى هو الذي يسير عليه الأئمة في الأذان، فهم لا يشاهدون غياب قرص الشمس ويؤذنون في الغالب، وإنما يشاهدون ما هو موجود في تقويم أم القرى. وقد حدثني شيخنا صالح بن فوزان الفوزان الفقيه الكبير والعالم، أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد أرسله مع لجنة للوقوف على دقة تقويم أم القرى في صلاة الفجر وغيرها، فعلوا مرتفعا تبه في منطقة تبعد عن الرياض تقريبا 100 كيلو في حفر العتش، وراقبوا خروج الفجر. فقال لي الشيخ صالح، لما جاء وقت صلاة الفجر في التقويم وإذا به يخرج في الواقع نور الفجر، قال فرأيته مطابقا، وهذه شهادة مهمة من هذا الرجل العالم الفقيه بصحة توقيت أم القرى في صلاة الفجر، لأن قد أثير كلام كثير حول ذلك. على أي حال، بما أن هذا بشهادة أهل العلم الثقات، تقويم أم القرى في صلاة الفجر منضبط، إذن الإنسان إذن تمشي عليه يا أخي، أنت تمشي على ما بلغك من أهل العلم.
فإذا بلغك دقة تقويم معين وأنهم راقبوه وعاينوه بأنفسهم امشي عليه. فأنا أقول لك ما بلغني شخصيا من كلام هذا الرجل العالم الذي كلفه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بذلك مع غيره من أهل العلم، فرأوا دقة التقويم في صلاة الفجر.